يعني هنا في كلمتين مم. يدعى اسمه مم. وكلمة الاسم بالمفهوم اليهودي هذا مهم طبعًا. جدا طبعًا. لليوم اليهود مثلا لا يذكروا الاسم يعني أو بحاولوا يعني نقول يبر محاول الاسم مم. مثلا الشيء الدارج مثلا بعزرات هشيم مثلا بمساعدة الاسم الاسم المقصود يهوى أربع. المقصود نعم. آه الله ولكن هون يدعى اسمه عجيبا، وكلمه يعني عجيب هي تختص بالالوهه في يسوع المسيح من كلمه بيلى اللي هي عجب او شيء يعني خارج عن الادراك، شيء معجزي مش مش محدود بعمل انساني ولكن بعمل آه الهي. اللي ذات العجب انه في شخص المسيح الطبيعه الالهيه الكامله والطبيعه م. البشريه الكامله. م. يعني هو اله كامل وانسان كامل في ذات اللحظه وده عجيب. لولا انه قدم البراهين الكافيه عن الوهيته ولولا شفناه كانسان في هيئه البشر ما كناش نستطيع ان نعلن هذا الايمان، لكن حقيقه الامر هو الله بكل ما تحمله الكلمه من معنى اتخذ جسد وثار في هيئة البشر وبقى إنسان برضو بكل ما تحمله الكلمة من معنى اتحاد الطبيعتين معا يخليني أقول عجيب م. يعني أنا إزاي أقدر أفهم كونه إنسان موجود في مكان ما يعني وقت وجوده في أورشليم ما كانش موجود في الناصرة وقت وجوده في الناصرة ما كانش هربان في أرض مصر م. هو موجود في مكان ما لكنه كإله موجود في كل مكان يقول لنيقوديموس ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء تيجي انت تقول لي ازاي هو كانسان موجود في مكان محدد وكاله موجود في كل مكان اقول لك عجيب لا وفعلا كل شيء بيتعلق في يسوع المسيح هو آه عجيب الى طبعا بكل معنى الكلمه يعني لكونه عجيب موقف الناس منه تضاربت من اقصى اليمين الى اقصى اليسار يعني بعض الأقرباء في إنجيل مرقص قالوا أنه مختل وبعض غير المؤمنين قالوا ببعض ذبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين الكتبة والفريثيين قالوا سمعنا أن هذا المضل قال أنه سيقوم في اليوم الثالث يعني دي الأراء السلبية مختل رئيس برئيس الشياطين يخرج الشياطين مضل اللي خدوا الجانب الاوسط قالوا نبي ربما المعمدان قام من الاموات او ارميه او واحد من الانبياء بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي فشوف تضارب الاراء من حول هذا الشخص لانه عجيب المشكله ان موقفك من شخص المسيح سيحدد حتما مصيرك الابدي فحتى لو انت عندك راي ايجابي عنه زي ما في ناس كثير حوالين العالم بيعتبروه مصلح رائع بيعتبروه معلم قدير بيعتبروه نبي عظيم كل هذه الاراء لن تفيدك لن يفيدك الا الايمان بشخص المسيح باعتباره ابن الله الحي هو دوت اللي يضمن ابديتك مع انه كل اللي ذكرته المسيح متفوق نعم ما في معلم <applause> افضل من يسوع صحيح ما في واحد صنع معجزات اكثر, أكثر من منه. المسيح شخصيته كماله اخلاقياته كلها بتعبر انه شخص متفوق لانه جاء من السماء كما طبعًا ذكرت طبعا لكن الايمان بأنه هو الله الظاهر في الجسد هو الإيمان القويم والمخلص أيضاً نعم. آمين آمين